الهلال حظا وافرا للنصر. مبروك للهلال، الف مبروك، هارد لك للنصر. الفرقتين عملوا مجهود كبير جدا، الفرقتين عم بذلوا مجهود كبير جدا. يعني شوفوا قدامنا كريستيانو ما شفتوش قبل كده يعني بهذا الانهيار، يعني لان حاسس ان كان يستحق. النصر فعلا لعب يمكن 90 دقيقه بالذات الاولانيه كان احسن بكتير، يمكن النص ساعه اللي لعب فيها زياده واحد من اقل بكتير من 90 دقيقه اللي لعب فيها وقت كبير ب 10 لعيبه او اقل من الهلال. لكن هي دي كره القدم. فرقه الهلال فرقه كبيره، ما سابش حاجه للصدفه، كل الاماكن اللي جاي فيها لعيبه محترفه استفاد منهم بشكل كبير جدا. النهارده واحد زي ياسين بونبع انه يكسب نضى كل البنالتيات حتى اللي ما صدهاش، رايح مع الكوره على طول، حاط رايح مع الكوره على طول، حاط لعيبه تحت بريشر كبير جدا. مبروك.